يعاني الاقتصاد في سوريا انهيارا كبيرا نتيجة حرب النظام المستمرة منذ نحو 5 أعوام ضد الشعب، ونتيجة للدمار الكبير الذي لحق بالمنشآت وبالمحال والمؤسسات التجارية وحركة التجارة والهجرة واللجوء الذي لحق أيضا بالمواطن السوري. إلا أن النظام يسعى جاهدا ليستمر في حربه، فلم يجد وسيلة ليجمع أمواله إلا من خلال فرض مزيد من الضرائب على المنتجات والسلع والمطاعم في البلاد، ضرائب شطائر الشاورما وخطوط الهواتف، آخر ما توصل إليه النظام لتحصيل دخل مادي جديد. فرض النظام ضرائب على سندويشات الشاورما وعلى الكراسي في المقاهي والمطاعم. أحد أصحاب المطاعم يقول إن النظام فرض ضريبة جديدة بنسبة 10% للمساهمة في إعادة الإعمار، أضيفت على ثمن كل شطيرة شاورما. الشاورما ليست وحدها عرضة للضرائب الجديدة، إذ بات على أصحاب المطاعم دفع ضريبة مقابل عدد الكراسي في مؤسساتهم. وفرضت أيضا الحكومة ضريبة شهرية تراوحت ما بين 100 إلى 500 ليرة سورية على الشقق المؤجرة وعلى المباني التجارية. أيضا ارتفع سعر ربطة الخبز 3 أضعاف خلال عام 2014. كذلك الأمر بالنسبة إلى المياه والكهرباء. ضاعفت أيضا شركة الاتصالات العامة التي تحتكر خطوط الهاتف الثابتة في سوريا بدل الاشتراك، من شأن ذلك أن يوفر عائدات إذن بقيمة تصل إلى نحو 300 مليون دولار. لعل أكبر دليل ملموس على انهيار الاقتصاد هو ضعف الليرة السورية، لتتداول حاليا عند 390 مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بنحو 60 قبل بدء الحرب و 240 قبل عام واحد. وانخفض أيضا إنتاج النفط، إذ بلغ معدل إنتاج النفط اليومي خلال العام الحالي نحو 9700 برميل مقابل 380 ألفا قبل اندلاع النزاع. كذلك انخفض إنتاج الغاز اليومي إلى 12 مليون متر مكعب مقابل 27 مليونا قبل اندلاع النزاع. وحاول حلفاء الأسد تعويض هذا النقص، خصوصا إيران التي بادرت عام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5 مليارات و500 مليون دولار أمريكي، في حين رفضت روسيا في تشرين الثاني 2014 منح دمشق قرضا بقيمة 1 مليار دولار. أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور أسامة القاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، وهذا هو المنصب الجديد. إذا دكتور أسامة، دكتور أسامة، يعني النظام السوري اتجه الآن إلى فرض ضرائب جديدة كما شرحنا مطولا من خلال التقرير قبل قليل، حتى طالت سندويشات الشاورما. هذا دليل يعني واضح وملموس على انهيار النظام السوري وانهيار الاقتصاد النظام خاصة، إلى أين وصل الآن؟ يعني الدول عبر التاريخ تبدأ بالانهيار عندما تثقل يعني أبنائها بالضرائب والمكوس كما كان في التاريخ. وأعتقد أن يعني النظام لم يعد يبقى له مورد وإيراد حقيقي سوى أن يفرض المزيد والمزيد من الضرائب، ثم ورفع الدعم عن المشتقات النفطية ورفع الدعم عن الخبز، ومن ثم زيادة الأسعار الماء والكهرباء. يعني للمشاهد أن يتخيل كما ذكرتي، من دولة كانت تنتج 340 ألف برميل إلى 9 آلاف و10 آلاف برميل، أو ثلث الإنتاج الغاز الطبيعي. الحكومة في دمشق ليس لها علاقة في حوالي 8 محافظات في سوريا من أصل 14، ليس لها وزير المالية، ليس له علاقة بالمعابر في كل سوريا، اللهم إلا في لبنان. يعني المعابر حوالي 9 وفي الشمال، وكذلك معبر نصيف في الأردن ليس له أي علاقة لا به، لا من دخول رسوم الجمركية ولا من أي دخل آخر. يعني هناك يريد أن يبحث عن أي وعاء ضريبي يأخذ منه يعني المزيد من الإيرادات حتى يسد العجز الهائل الذي لديه، فلم يعني واضح أسقط في يده. الآن بدأ يعني ربما غدا اليوم شاورما، غدا على بسطات البندورة وبسطات يعني المواطن البائع المتجول. هذا فعلا عجز رهيب في النظام. أنت يعني لك أن تري هذا الاقتصاد السوري، كل سنة يفقد 100 ليرة سورية أمام الدولار. يعني الآن نحن بالسنة الرابعة 400 ليرة، كان 50 ليرة للدولار، الآن اليوم في حلب 401 ليرة سوري بيع الدولار، تجاوز خط 400. إذن الآن سنة أخرى
لا قدر الله لو أننا دخلنا سنة عام آخر بدون فعلا حل سياسي الذي يطالب فيه كل الشعب السوري وكل أصدقاء الشعب السوري، إذن نحن داخلين في انهيارات وانهيارات متسارعة. في المراحل الأخيرة من انهيارات دولة عادة تبدأ الانهيارات السريعة وبتسارع شديد أكثر من 100 ليرة. يعني لن نستغرب في عام 2016 لو لا قدر الله لازلنا يعني نعاني من هذا الكابوس أن نصل إلى حد 700 و800 و1000 ليرة سوري للدولار. طيب مع هذا الضعف في الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، مع هذه الضرائب المفروضة الآن على المواطن البسيط، على أصحاب المحلات البسيطة، إذا كان صاحب محل شاورما أو محل بسيط جدا يعني في محل تجاري ليس محل كبير أو مؤسسة تجارية كبيرة، تأثير ذلك على المواطن السوري الآن في الداخل الذي لا يزال هناك، يعني ربطة الخبز وصلت إلى 3 أضعاف ثمنها من قبل. المواطن السوري عزيزتي كان قبل الثورة السورية عام 2011 50% تحت خط الفقر، الآن هو ليس بس فقط تحت خط الفقر، هو تحت خط الفقر المدقع. ما تبقى من سوريين، يعني هناك حوالي 12-13 مليون مهجرين ما بين نازحين وما بين لاجئين وما بين مفقودين وما بين غرقوا في البحار. إذن أنت أمام كارثة بكل معنى الكلمة. هذا المواطن أكثر من مسحوق، يعني كلمة مسحوق الحقيقة لا تعبر عن وضع هذا المواطن السوري المسكين. الآن يأتي هذا النظام ليزيده ليزيد الضرائب عليه، بدل أن يعني يوقف عمليات يعني الجيش ضد الشعب، بدل أن يدفع كل هذه الأموال باتجاه آلة الحرب الجهنمية ضد الشعب السوري، بإمكانه أن يضع لموارد أخرى، وبإمكانه أن يغادر هذا المكان من أجل عيش سوريا الرغيد ومستقبله. أما الآن بهذا الوضع الحقيقة وضع المواطن السوري جدا جدا سيء. الوضع حتى في المناطق المحررة أو شبه المحررة التي هي خارج سيطرة النظام أفضل بكثير من ما هي عليه حقيقة تحت سيطرة النظام، لولا البراميل التي يمطرنا به ولولا الصواريخ الفراغية والفوسفوري. طيب النظام السوري الآن دكتور يحاول يعني أنه تعويض البعض من العجز في الاقتصاد ومن انهيار الاقتصاد بهذه الضرائب ولو كانت البسيطة عن بعض المنتجات البسيطة الاستهلاكية أو بعض المحال التجارية البسيطة، إلى أين ممكن أن يصل إذا لم يستطع أن يعود هذا النقص؟ ما سيفعله هو ما فعله سابقا، يضخ مزيد من الليرات السورية في الأسواق. هو طبع سابقا حوالي 3 تريليون ليرة سورية من أجل أن يضخها في هذا الاقتصاد، طبعها في روسيا منذ سنتين وبدأ يضخها في الاقتصاد. إذن سيكثر العملة السورية، ستكون أكبر بكثير من سابقتها أمام منتجات وسلع وبضائع تقريبا لم تتطور وهي في تناقص مستمر أو أنها تحت مستوى الطلب الحقيقي. إذن سينعكس هذا تضخم هائل على الأسعار. بالأرقام الرسمية عزيزتي، هذا أرقام مكتب الإحصاء المركزي للنظام السوري، 430% تضخم في الأسعار. يعني هذا المصرح به. هناك في المناطق المحاصرة تتحدث عن 4000، يعني المناطق المحاصرة دريم عضمية المناطق المخيم، هذه المناطق الآن الناس تأكل من الشوارع، تأكل يعني الوضع أكثر من كارثي، ولا أي يعني فيلم عن الحروب في العالم يمكن أن يصور مدى بؤس المواطن في تلك المنطقة. وحتى تلك المليارات خطوط الائتمان الإيرانية لا يمكن أن تفيد النظام السوري في أي شيء، هو يعني حتى لأنه لا يدفع كاش الإيرانيين، هم يعطوا خط ائتمان، فخط ائتمان على أن يستورد ما يريدونه من إيران ومن سواها، مقابل طبعا ما سجله من عقارات وأعاد يعني ترتيب السجل المدني في منطقة السيدة زينب وسواها، وباع أصول أو سجل أصول في لصالح الإيراني، لصالح الإيراني للأسف. طيب دكتور أسامة، الآن قلت في مستهل حديثك بأنه الاقتصاد الآن وقت الانهيارات السريعة، أو ربما سيتصارع الانهيار خلال الفترة القليلة المقبلة. نحن الآن أمام يعني ربما جهود إقليمية، جهود دولية نحو حل سياسي، نحو حل لكي توحد المعارضة صفوفها ونحو نقلة ما بعد الأسد ونظامه. إذا ما وصلنا وافترضنا وصلنا قريبا إلى هذه المرحلة، يعني
سوريا المستقبل أمام ماذا؟ أمام اقتصاد منهك؟ ما التحديات التي ستقف إذن أمام سوريا المستقبل؟ يعني هو الحقيقة مؤتمر الرياض كان بارقة أمل للسوريين، لأن هناك إذن أصبح هناك أفق سياسي، والمعارضة بكل أشكالها العسكرية والمدنية وبكل أطيافها وبكل مشاربها أخرجت وثيقة واحدة واضحة وأنها جاهزة للتفاوض وأنها بانتظار التفاوض. للأسف لا زال المجتمع الدولي يلعب بهذه الورقة، هو يريد أن يؤجل الاستحقاق الحرية والكرامة لهذا الشعب السوري. سيفاجأ، قد لا يفاجأ الشعب السوري بأنه أمام اقتصاد منهار، لكن يعني حجم الدمار هو الذي سيفاجئ به. يعني هو يتوقع دمار، لكن الحجم هو أكبر من ذلك بكثير. البارقة الأمل لما تبقى هو أن النواحي السورية في سوريا لا زال فيها نبض حياة. يعني نحن في مجموعة عمل اقتصاد سوريا أصدرنا أكثر من 10 تقارير اقتصادية حول المشهد الاقتصادي السوري في نواحي معينة، في مثلا سلقين، في أرمناز، في الطبقة، لنعرف كيف يعيش ذلك المواطن السوري في تحت هذا الظرف، لأنه لم يعد شيء عزيزتي هناك اسمه اقتصاد سوري بالمعنى الإدارة المركزية، هناك اقتصاد النواحي السورية. كل ناحية هي تعيش بشكل منفرد مستقل، ليس لها علاقة لا بوزير إدارة محلية ولا وزير مالية ولا وزير نفط، هي الحقيقة هي إدارة مستقلة يديرها المجلس المحلي، يحيطها ويحميها الفصائل المسلحة الموجودة. ولذلك نحن قدمنا حتى بحث حول المنطقة الآمنة المزمع قيامها، لك ربما يعني لا أعرف إذا كانت ستكون يعني واقعية وعملية ضمن هذه يعني المناخ السياسي الملبد بالغيوم. باختصار اقتصاد النظام السوري الآن في 10 ثواني كيف تصفه لنا؟ اقتصاد منهار وسينهار بشكل متسارع في العام القادم لولا قدر الله، لم يكن هناك فعلا أفق للحل السياسي، سيتفكك الاقتصاد السوري أكثر وأكثر إلى اقتصاد النواحي، بحيث أنها يصعب فيما بعد على الحكومة الانتقالية ضمها في سبحة واحدة اسمها الاقتصاد السوري بعد سقوط النظام. أشكرك جزيلا دكتور أسامة القاضي رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، شكرا جزيلا لك. شكرا.